نحن في مطلع العام الهجري الجديد، ويتبادل بعض الناس التهنئة بالعام الهجري الجديد قائلين كل عام وأنتم بخير، فما حكم الشرع في هذه التهنئة بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتهنئة بالعام الجديد لا أعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من الكتاب العزيز يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك، إذا قال لك كل عام وأنت بخير أو قال كل عام وأنت كل بخير فلا مانع أن تقول له أنت كذلك، نسأل الله لك كل خير أو ما أشبه ذلك. أما البداءة فلا أعلم لها أصلا. نعم.